مو على اساس ما بتستغني عن اولادك؟ قلتي لي اكثر من مره اتركني مع اولادي وانا بالف خير. مزبوط، لاني ما كنت بعرفك منيح، بس بعد ما عرفتك غيرت رايي. شو يعني؟ يعني اعطيني حقي وطلقني وخذ اولادك. غريب، انا هي اول مره بسمع عن ام بتتخلى عن اولادها. طبعا انت بدك تتخلص من اولادك حتى ما يأسروك وقت بدك تتجوز، بس انا رح خلي هالحمل على كتافك طول عمرك. ايوه، معناتها انت عم تفكري تتجوزي، مشان هيك ما بدك اياهم يوقفوا بطريقك، ما هيك؟ بعد ما تطلقني هذا مو شغلك. منشوف. طيب انت مو ابنهم الكبير، ليش ما بتوقف بوشهم؟ ليش ما بتقلهم انه اللي عم يسووه فينا حرام؟ ليش انا كم مره حكيت معهم علينا؟ هن ما عم يشوفونا كيف عم نتعذب؟ ها؟ بس ابوك وامك ما بيسمعوا غير كلام حالهم، كانهم عم يشتغلوا ببعضنا، كان اصلا كانه كل واحد منهم بده يكسر راس الثاني. بس روسنا اللي عم تتكسر يا سامر. اوكي اوكي رجاء، هيك بدك مثل ما بدك، خلينا مثل ما نحن. كيف يعني؟ كيف يعني؟ يعني منضل هون بالبيت زوجين هيك لحتى الله يفرجها، وخليكي معلقة انا شو فارقة معي؟ طبعا ما رح تفرق معك، لانه انت رح تضل عصفور طيار وانا عصفور بالقفص. الظاهر انت ما بدك حريتك. بالعكس انا اللي بدي حريتي. شو يعني ولادك رح يأسروا لك حريتك؟ مثل ما رح يأسروا لك ياها. اسمعي رجاء، اقبلي انه الولاد ضلوا معك هون وانا بترك لكم البيت. تكتبوا باسمي؟ لا 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 لا، باسم سامر ولينا، لانك وقتها رح تكوني مطلقتي ولا نسيتي؟ ايوه، وهن حاويني عندهم شفقة. بتضلي امهم، اغلى شي عندهم، مو مثل حكايتك ما بدك اياه هون. اذا بتكتب البيت باسمي بقبل. اصبح خلص، خلينا مثل ما نحن. اوكي رجاء، شو رايك قول لسامر ولينا انك رفضت يضلوا معك؟ قل لهم. ليش انا خايفه منك لحتى اخاف منهم؟ تذكرت عندي موعد ضروري، باي.